إذن أهلا بكم جديد، وللحديث أكثر عن أسباب انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي. يسعد مساك أستاذ نبيل. أسعد الله مساكم ومساء جميع السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بك. ظاهرة اختطاف الأطفال ليست جديدة على المجتمع، لكنها تفاقمت خلال الآونة الأخيرة. برأيكم ما هي الأسباب التي تقف وراء تزايد هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة سيدتي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما تقوم به الميليشيات الحوثية من عمليات اختطاف للأطفال، سواء عبر يعني أماكن من الشوارع من جوار بيوتهم بالتدليس والترغيب والترهيب وأخذهم إلى معسكراتهم، ويكتشف كثير من الآباء أن أبنائهم المختفيين هم موجودين لدى هذه الجماعة. والنوع الثاني من عمليات الاختطاف يتم بسبب انعدام الحالة الأمنية، وبالتالي انتشار العصابات ومن يقومون بمثل هذه الأعمال، وخصوصا للأطفال صغيري السن الذين لا يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم أو يعرفوا بأنفسهم لأحد. نعم، هناك من يرى أن ما هو حاصل في مجتمعنا اليمني من اختطاف للأطفال وغيره هو نتيجة السعي وراء المادة التي يسعى إليها الخصوم، وإلزام الطرف الآخر بدفع ما يملك مجردا استرجاع فرذة كبده. ما تعليقكم على ذلك؟ بالتأكيد هذا جانب أساسي في الموضوع، لأن الآن كما قلت لك أصبحت الحالة المنفلتة الموجودة ونتيجة لوجود عصابة في الأصل في السلطة في المناطق التي سيطرت الميليشيات الحوثية، تفكر بنفس العقلية الاختطاف وما شابه، ولذلك تنتشر العصابات من نفس العينة، وأصبحت عمليات الاختطاف وطلب الفدية جزء من أو أسلوب من أساليب التكسب والابتزاز وغيره. نعم، رغم ما تضمنه القانون رقم 24 لسنة 1998 بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع من عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة اختطاف الأطفال في اليمن، إلا أن واقع الحال يؤكد على أن هذا القانون لا يجد طريقة للتنفيذ إلا عندما تصبح القضية قضية رأي عام، خاصة في حالة اختطاف أو القتل أو الاغتصاب وما إلى ذلك. برأيكم ما هي الأسباب التي تحول دون تطبيق القانون؟ الموجودين في المناطق التي هي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية أساسا لا يتعاملون مع القانون إلا وفق أهوائهم ووفق قوانينهم هم، وبالتالي كما قلت لا يتحركون في مثل هكذا مواضيع إلا عندما تصبح قضية رأي عام ويكون هناك ضغط للرأي العام عليهم، هنا قد يتحركوا بشكل أو بآخر. لكن في غير ذلك حتى مثل هذه القضايا يعتمدون على أساليب الابتزاز لحل مثل هذه القضايا، وبالتالي حتى لمن يلتجئ إليهم تبتزونه مثل ما تبتزه العصابة التي تقوم بعملية اختطاف. فيعني هذا هو سلوك غياب الدولة، عندما تغيب الدولة تكثر مثل هذه الحالات ويكثر مثل هذه الأشكال التي لا يمكن أن يكون للقانون مجال لديها. المجال لديها فقط هو مجال لغة القوة ولغة الغاب إذا ما أردنا التوصيف بشكل صحيح. نعم، الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، شكرا جزيلا على مداخلتك.